بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم الدكتور عادل نزي، رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الكيميائية. راح نبطي إن شاء الله نبذة بسيطة للقسم واختصاصاته وأعداد الطلبة وشنو البرامج اللي موجودة عندنا في القسم. فنبدأ إن شاء الله في البرامج الدراسية اللي متوفرة عندنا. احنا عندنا ثلاث تخصصات اساسية، تخصصين في الدبلوم وتخصص في البكالوريوس. في تخصصات الدبلوم عندنا تخصص تشغيل المصافي، وراح نعطي نبذة بسيطة ان شاء الله عنه بعد شوي، وعندنا تخصص الصناعات الكيميائية، وعندنا في البكالوريوس تخصص تكنولوجيا الهندسة الكيميائية. بخصوص برنامج تشغيل المصافي، البرنامج يعطي الطالب فرصة انه يتوظف في الكيم بي سي، وعن طريق عقد يبرم ما بين الطالب وما بين الشركة في بداية دخوله للكلية، وخلال فترة دراسته يكون في تواصل بينه وبين الشركة عن طريق توفير الشهادات الدراسية او السجل الدراسي، بحيث انه يوفر شرطين طالبينهم الشركة منه على اساس يضمن الوظيفة في نهاية دراسته. الشرط الأول هو معدل 2.67 في نهاية كل كورس، والشرط الثاني أنه يجتاز اللغة الإنجليزية، اختبار قصير يكون موجود عندهم. بخصوص البرنامج، هو برنامج ممتاز ومميز ما بين شركة الكيم بي سي اللي هي شركة البترول الوطنية الكويتية، وما بين كلية دراسات تكنولوجية قسم تكنولوجيا الهندسة الكيميائية. الطالب يدرس خلال مدة دراسته المواد النظري، وعنده تدريب ميداني فصلين، فصل اعتيادي يكون إما بالصيفي أو في الفصل العادي، أو يختاره هو اللي يبيه، والفصل الثاني اللي هو ميداني اثنين يكون مدة كورس كامل، هذا اللي يكون في نهاية دراسته. الشركة توفر للطالب ميزة جدا ممتازة، وهو غير مكافأته 200 دينار من الهيئة، ياخذ مكافأة 300 دينار عن طريق شركة الكي ام بي سي. طبعا البرنامج هذا ياخذ الطالب ما يقارب 500 دينار مكافأة شهرية المفروض، لكن شركة الكي ام بي سي تصرف المبالغ بأثر رجعي، يعني في نهاية كل فصل دراسي يشوفون معدل الطالب كم، إذا تنطبق عليه الشروط اللي هي 2.67 يصرفون للمكافأة بأثر رجعي، ما تنصرف في كل شهر، وإنما ينتظرون إلى نهاية الكورس حسب المعدل. وإن لم يحصل على 2.67 هذا مو معناته أنه مخالف لشروطهم، لكن ما يستحق المكافأة، يعني يستطيع أنه يكمل معهم الفصل القادم، يرفع معدله ويقدر يأخذ المكافأة، بس المكافأة تكون بأثر رجعي لكل فصل دراسي، يعني ما يأخذ أثر رجعي لثلاث أربع فصول ماضية كان معدله أقل وبعدين زاد المعدل، لا، في الفصل اللي زاد معدله يقدر يأخذ المكافأة مالته بأثر رجعي مدة الثلاثة أو أربع شهور اللي كان يدرس فيهم. لكن ما يمنع ولا يخل في العقد اللي ما بينه وما بين الشركة، لأنه لابد أن معدل 2.67 يكون في نهاية دراسته يحصل المعدل هذا عشان يضمن الوظيفة. إن كان يريد المكافأة يضمن في كل فصل انه عنده هذا المعدل، معناته المكافأة راح تنصرف له في كل شهر. اما اذا ما حصل على هذا المعدل الا في نهاية دراسته، فيقدر ياخذ الوظيفة لكن ما ياخذ المكافآت اللي تصرف في كل نهاية فصل دراسي. فالبرنامج جدا ممتاز ومميز، وعليه ضغط كبير من الطلبة اللي حابين يدشون هالبرنامج هذا. التخصص الثاني اللي هو الصناعات الكيميائية في الدبلوم، ما في عقود ما بين القسم وما بين القطاع نفسه الخاص أو الشركة أو الحكومة، ولكن الطالب يقدر يقدم على شركات النفطية مثل كي ام بي سي أو غيرها، كإيكويت، كي او سي، شركات أخرى وحتى القطاع الحكومي، لكن ما في عقود تلزم الجهة الحكومية أو القطاع الخاص أن يوظف الطالب مثل ما تخصص تشغيل المصافي. هذول التخصصين مالات الدبلوم. أما بخصوص تخصص البكالوريوس، فقسم الهندسة الكيميائية هو القسم الوحيد حالياً
اللي في كلية الدراسات التكنولوجية اللي عنده برنامج بكالوريوس مسماه تكنولوجيا الهندسة الكيميائية، والطالب إذا انتهى من دراسته في هذا البرنامج يأخذ شهادة مسماه عند الديوان مهندس كيميائي، له من الحقوق والمميزات ما لأي طالب آخر خلص هندسة في أي جهة سواء كانت حكومية أو من خارج الكويت، فيأخذ المميزات عند نفس المميزات اللي يأخذونها في جمعية المهندسين أو يأخذونها المهندسين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. فهذول الثلاث برامج الأساسية اللي موجودة عندنا في القسم. ولله الحمد يعني شيء يذكر أن برامج الدبلوم عندنا اللي هي الصناعات الكيميائية وبرنامج تشغيل المصافي الحمد لله تم الحصول على الاعتماد الأكاديمي في هذول التخصصين من قبل منظمة الاعتماد الأكاديمي الإيبت، وإن شاء الله بإذن الله ناويين ونسعى إلى أن نحصل على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج البكالوريوس، ولكن نظرا لأن برنامج البكالوريوس حديث فإحنا محتاجين أعداد خريجين معينة عشان نقدر نقدم على هذا الاعتماد. أعداد الطلبة عندنا في القسم الأغلبية هم طلبة تشغيل المصافي ما يقارب 600 إلى 700 طالب، عندنا في الصناعات ما يقارب 300 طالب، عندنا في البكالوريوس ما يقارب تقريبا أيضا 300 طالب، يعني نتكلم على 1200-1300، وكنا وصلنا في مرحلة من المراحل إلى 1500 طالب وبدأت الأعداد تقل لأن صار عندنا تقليل في عملية القبول وتخريج أعداد أكبر. بخصوص البكالوريوس حبيت بس أذكر نقطة مهمة اللي هي طريقة القبول في البكالوريوس، وهذه أشياء كثيرة أو الطلبة وأهالي يسألون عنها. القبول عندنا في برنامج البكالوريوس على فئتين، الفئة الأولى هم خريجين الثانوية العامة، وخريجين الثانوية العامة نظام القبول فيها يكون على 70% من نتيجة الثانوية العامة زائد 30% من اختبار القدرات، وبالتالي احنا نسميه المعدل المكافئ، فالقبول يكون على المعدل المكافئ وليس على نسبة الثانوية العامة ولا القدرات بروحها. فمن أجل أن الطالب يقبل احنا حطينا الفصل الماضي نسبة 78% قبول معدل مكافئ، فأي طالب حاب أنه يستفسر أو يعرف طريقة حسبتها يأخذ نسبة الثانوية العامة يضربها في 70% ويضيف عليها 30% من نتيجة القدرات، فمثلا من 100 جاب القدرات 70 يأخذ 30% من القدرات يضيفها على نتيجة الثانوية العامة، وبالتالي يصير عندنا 70% من نتيجة من شهادة الثانوية 30% على القدرات إجماليهم يعطيه المعدل المكافئ اللي عليه يصير عندنا القبول. هذول بالنسبة للثانوية العامة. أما بخصوص طلبة الاستكمال وهذول هم خريجين الدبلوم، أيضا يحق لخريج الدبلوم أن يقدم على تخصص الهندسة الكيميائية البكالوريوس، لكن التقديم يكون عن طريق اختبار قدرات وفي شروط أخرى. الشروط هي أن يكون غير موظف، الشرط الثاني خريج أحد التخصصين إما صناعات كيميائية أو تشغيل مصافي اللي هما تخصصات الدبلوم اللي في القسم، الشرط الثالث أنه يكون معدله أعلى من 3 نقاط في بعد التخرج من الدبلوم، والشرط الرابع اجتياز القدرات. القدرات هي تكون أسئلة بسيطة عن الأساسيات اللي درسها في الدبلوم واللي بناء عليها يمتحن اختبار القدرات، 60% فما فوق من اجتاز يستطيع أن يكمل دراسة البكالوريوس عندنا في الكلية. هذا برنامج البكالوريوس وطريقة القبول للبرنامجين سواء كان من خريجين ثانوية أو الاستكمال. طبعا الدبلوم تخصصات الدبلوم اللي هم المصافي والصناعات ما فيهم اختبار قدرات ولا فيهم مقابلات، قد يسأل البعض أن في مقابلة أو ما في مقابلة، ما يحتاج مقابلة، القبول على نسبة الثانوية العامة. بخصوص الخطة الدراسية احنا في صدد إن شاء الله تعديل أو تقليل حجم التضخم الموجود في الخطط الدراسية الحالية، وبالتالي إن شاء الله في بداية الفصل القادم
إن شاء الله راح تطبق خطط جديدة للطلبة المقبولين اللي بدأ ابتداء من الفصل الأول 2018-2019 سيطبق نظام الخطط الجديدة اللي هي 75 وحدة دراسية، لأن الخطط السابقة هي خطط تحتوي على 87 كريدت أورز، وال 87 هذه احنا نشوفها انها متضخمة تجعل الطالب يقعد فترة أطول، ومقارنة مع باقي المؤسسات التعليمية خارجيا وداخليا في الدبلوم يعتبر جدا متضخم. وبالتالي تمت الموافقة من فترة بسيطة من مجلس إدارة الهيئة على تعديل الخطط الدراسية إلى 75 وحدة دراسية في كلية الدراسات التكنولوجية، وإن شاء الله راح نطبقها الفصل القادم بإذن الله للمقبولين على الفصل الأول 2018-2019. حاب أشكركم على هذا اللقاء وجزاكم الله خير، وإن شاء الله تكون المعلومات اللي وصلتكم معلومات زينة ومفيدة للطلبة أو أهاليهم. مشكورين.